مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد تبقى نفس الوضعية الجوية، أجواء مستقرة على المناطق الشمالية، دائما نفس السيناريو يتكرر. تبقى تتشكل خلايا رعدية خلال الظهيرة نحو الهضاب العليا والأوراس، قد تكون مرفوقة بأمطار محلية، أجواء مشمسة هذه المرة على الواحات، كذلك على شمال الصحراء والصحراء الوسطى، بينما تكون أجواء شبه رعدية خلال ظهيرة الغد نحو مناطق الجنوب الغربي. تبقى تنشط أمطار رعدية نحو منطقتي الهوغار وتاسيلي، الأمطار ستكون معتبرة محليا بأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة بالمناطق الشمالية، وما بين 28 إلى 30 درجة نحو كل شمال الصحراء والجنوب الشرقي، 26 درجة بتمن راس، 27 درجة بجانت، وما بين 31 إلى 32 درجة بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد لن تتعدى 33 درجة بالمناطق الساحلية، 36 درجة بالجلفة وباتنا، 38 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغليزان، أعلى مقياس هذه المرة بتيزي وزو ب 40 درجة، في حدود 41 بغردايا، 42 ببشار إلى ميناس وإليزي، 40 درجة بجانات، 37 درجة بتمن راس، وما بين 43 إلى 46 درجة من برج وجه مختار نحو وسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي. عن حالة البحر ليوم الغد، سيكون جميل إلى قليل الاضطراب، الراية من خضراء إلى برتقالية، رياح ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الشرقية متغيرة الاتجاهات، أحيانا شرقية شمالية شرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة، يومي الثلاثاء والأربعاء نفس الوضعية الجوية، أهم ما يميز حالة الطقس هو الأمطار الرعدية التي ستكون معتبرة نحو أقصى الجنوب، أحيانا تكون مرفوقة بحبات برد، يجب أخذ الحيطة والحذر. هبوب رياح قوية نسبيا على وسط الصحراء تعمل على انتشار بعض الزوابع الرملية، وتبقى أجواء مستقرة بالمناطق الشمالية متبوعة بتشكل خلايا رعدية خلال الظهيرة، قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار، هذا على كل الهضاب العليا والأوراس. درجات الحرارة تبقى نوعا ما حارة على السواحل والمناطق القرب ساحلية، دائما على مقياس بالمناطق الداخلية ب 43 درجة، وتبقى أجواء حارة أيضا بالصحراء الوسطى تقارب 46 درجة تحت الظل. يوم الخميس بإذن الله نفس الوضعية الجوية، أمطار رعدية بأقصى الجنوب وكذلك خلايا رعدية خلال الظهيرة بالهضاب العليا والأوراس، درجة الحرارة تبقى مستقرة على العموم. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها، سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و4 دقائق، والغروب على الساعة 7 مساء و40 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.